قال حديث الذبابة اللي ذكره الشيخ مزمل ورد عليه، قال يجرب. هذا قضية دنيوية، هذه قضية دنيوية، فلا بد أن نلتفت إلى هذا. إذن لا يجوز أن نثرب على الناس ولا أن نعظم عليهم النكير لأنهم لم يأخذوا بشيء من الطب النبوي أو أجروا عليه فحوصا وتجاريب بالتجربة. يعني لو جربوه وفي النهاية طلع صح يبقى النبي صادق، لو جربوه طلع غلط يبقى النبي كذاب. طيب لو كان المعمل ده كعب، المعمل بيجربوا فيه، ممكن يكون زي ما عاملنا في البلد دي، والله تخش وعارف عندك ملاريا، راجل لك كم يوم يقول لك النتيجة نظيفة، ما عندك أي حاجة، طيب يقول النبي كذاب ولا كذاب المعمل؟ ما دي تجارب يا اخواننا، ممكن نخلي ديننا عرضة لحديدة صانعينها هنا، حديدة وركبوها بإيجابي، احتمال خواجة ركبها غلط، ها؟ ما ممكن الخواجة غلط، يعني أصل الخواجة ما بغلط؟ كله بس يغلط النبي، يغلط النبي بس، ما بيغلطوا ديل؟ بعدين سبحان الله في الحديث اللي ذكره الشيخ مزمل فيه فائدة عظيمة جدا على انه التجربة ما يقاس عليها. الصحابي ما جاء قال له استطلق بطن اخي، استطلق جاوي اسهال، قال له اسقه عسلا، مش سقاو عسل الاسهال ماشي زايد. النبي قال له شنو؟ قال له جربنا وجربوه، شرب العسل والاسهال ماشي، جربوه. قال له اسقي تاني سقاو جراجع، قال له الاسهال ماشي. دي التجربة. القصيدة عدنان والقصيدة جماعة ترابي وغيره، أسقي قال له نمرة ثلاثة، ثاني أسقيه قال له صدق الله وكذب بطن أخيك. حتى لو التجربة طلعت النتيجة عكسية، نحن ما بنقول صدق الطبيب وكذب رسول الله، نقول صدق رسول الله وكذب الطبيب. عشان هنا قال له شنو؟ قال له صدق الله، تجرب والإسهال يمشي وتجرب والإسهال يمشي، في النهاية كلام الله ما فيه شك. قال له صدق الله وكذب بطن أخيك. بعدين لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال له شنو؟ قال له صدق الله، لأنه الطب اللي جده من الله، صدق الله، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن شأن الذبابة ما تكلم لكونه رجلا من العرب، ولا تكلم لكونه خبيرا من الخبراء، ولا متعلما ولا طبيبا، تكلم لكونه نبي يوحى إليه من عند الله عز وجل، تكلم لكونه نبي، ونبي إذا أوحي إليه من الله سبحانه وتعالى، وده طب إلهي ربنا سبحانه وتعالى أوحى به. وصدق الله في حديث الذبابة، وصدق الله في حديث في كلام العسل، وفي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب من خالف قول رسول الله كائنا من كان. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.